السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلازلنا في قراءة هذا الكتاب، كتاب تلخيص روضة الناظر للإمام البعلي رحمه الله تعالى، ووقفنا عند باب النسخ في صفحة 127 من المجلد الأول. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل والريح الأثر، وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كنسخ الكتاب. وفي الشرع الرفع والإزالة لا غير، وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متراخ عنه. ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لكان ثابتا. على مثال: رفع حكم الإجارة بالفسخ، فإن ذلك يفارق زوالها بانقضاء مدتها. وقيد الحد بالخطاب الأول احترازا من ابتداء العبادات، فإنه مزيل لحكم العقل. وقيد بالخطاب الثاني احترازا من زوال الحكم بالموت والجنون. وقيد بالتراخي لأنه لو كان متصلا كان بيانا وتقديرا له بمدة وشرط. وقيل النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان، وهو يوجب أن يكون قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، نسخا، وليس فيه معنى الرفع. وحده المعتزلة بأنه الخطاب الدال على مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، ولا يصح، لأن حقيقة النص الرفع وقد أخلوا الحد عنه. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: باب النسخ. النسخ من المباحث المشتركة بين الأصلين الأولين من الأصول الشرعية، الدليلين الأولين، أعني الكتاب والسنة. فقال: باب النسخ. النسخ في اللغة الرفع والإزالة، ومنه نسخت الشمس الظل والريح الأثر، كما هي عادة المصطلحات الشرعية الأصولية وغير الأصولية، أنها تعرف مرتين، تعرف لغة وتعرف اصطلاحا لبيان المناسبة والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وبيان أن هذه المصطلحات لم يخترعها العلماء اختراعا ويكون فيها افتيات على أهل اللغة، بل هي توافق لغة العرب. وعطف الإزالة على الرفع بالواو، والواو تقتضي المغايرة. من معاني حروف العطف الدلالة على المغايرة، أي على أن المعطوف غير المعطوف عليه. فإذا قلت: جاء زيد وأبو محمد، وأنت تريد رجلا واحدا اسمه زيد وكنيته أبو محمد، لم يصح في لغة العرب، لابد أن يكون الذي جاء اثنان، لابد أن يكون الذي جاء اثنين، أحدهما زيد والآخر يكنى بأبي محمد. فالعطف هنا يقتضي المغايرة، وهذا هو الفصيح في استعمال حروف العطف، فلا يصح أن تعطف المفردات على بعضها، أن تعطف المترادفات على بعضها في المفردات، في الألفاظ المفردة، فأما في الجمل فيصح. ووجه الغيرية بين الرفع والإزالة أن الرفع لا يستلزم الإبطال بالكلية،
فمعناه إذن هو التحويل من حال إلى حال، كصوم يوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ وصار مندوبا، فهنا رفع وتغيير للحال وهو صفة الحكم، وأما أصل الصوم فقد بقي ما رفع الصوم، الصوم لا زال هو الصوم، لكن بدل ما كان حتما صار على سبيل الاختيار، صار مندوبا. وأما الإزالة فمقتضاها الإبطال بالكلية، فلا يبقى من المنسوخ شيء، كالتوجه إلى بيت المقدس في القبلة في الصلاة، كان يجب في أول الإسلام الصلاة إلى جهة بيت المقدس ثم نسخ بالتوجه إلى الكعبة، فلم يبقى من المنسوخ شيء، هكذا قيل. ولو أن المصنف رحمه الله عبر بالنقل لكان أولى، وهو مراد له بدليل قوله بعد ذلك: وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، فدل على أن النقل هو معناه، هو معنى النسخ في اللغة. قال: ومنه نسخت الشمس الظل، يعني ومنه قول العرب نسخت الشمس الظل، ومنه أيضا قول العرب نسخت الريح الأثر، يعني آثار الأقدام على التراب. والأول مثال فيما قيل أن الأول مثال للنسخ إلى بدل، لأن النور حل بدلا من الظل، وأما الثاني فهو نسخ إلى غير بدل، لأن الريح تنسخ الأثر من غير بدل، هكذا قيل. قال: وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل، أو ما عبر عنه بعض الأصوليين بالنقل مجازا، يعني إما أن يقال يدل النسخ من معانيه النقل مجازا، وإما أن تقول ما يشبه النقل، كنسخ الكتاب. نسخ الكتاب يعني حين تقول استنسخت كتاب البخاري مثلا، يعني وجد نسخة فاستنسخها، وقديما كانت الكتب بالنسخ، ينقل ما في هذا الكتاب، ينقل صورته ومثاله إلى أوراق أخرى، فيقول نسخت كتاب الشيخ الفلاني. وإنما قال ما يشبه النقل، لأن حقيقة النقل هي إخراج الشيء من موضعه إلى موضع آخر، ومنه قول العرب نسخت ما في الخلية، يعني نقلت ما فيها، نقل ما فيها من عسل وشمع إلى موضع آخر، فهذا نقل حقيقة، لأنه إزالة وإخراج من موضع إلى موضع آخر. وأما في قولك نسخت الكتاب فلا يوجد ذلك، لأن ما في الكتاب لم يخرج من موضعه، لا زال في موضعه، وإنما المكتوب، هذا المكتوب الجديد، هو يعني المكتوب الذي في الكتاب الأول المستنسخ منه خرجت صورته، لم تخرج حقيقته، لم تخرج الحروف والكلمات، إنما خرجت صورته إلى موضع آخر، وهي الأوراق التي استنسخ فيها، كتب فيها. فلهذا قيل ما يشبه النقل، فهذا معنى مجازي للنسخ. قال: وفي الشرع الرفع والإزالة لا غير. يقول: وأما في الشرع، يعني المعنى المناسب من هذه المعاني اللغوية للمعنى الشرعي فهو الرفع والإزالة، المعنيان الأولان. قال: لا غير. لا غير أراد به أن ينفي المعنى الثالث وهو ما يشبه النقل، فيقول هو غير مراد في النسخ الشرعي. قال: وحده، أي اصطلاحا،
وقد عرف هذا التقدير، أعني تقدير قولنا إصطلاحا، بالسياق، لأنه قال قبل ذلك النسخ في اللغة، ثم قال بعد ذلك وحده، فما يحتاج أن يقول وحده في الإصطلاح أو وحده في الشرع. قال وحده رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. عبر المصنف رحمه الله بقوله رفع، لأن بعض الأصوليين يعبر بكلمة بيان، بيان انتهاء مدة العبادة، أو بيان انتهاء مدة الحكم، إلى آخر إلى نحو ذلك من عباراته. فبعضهم يعبر بالرفع وبعضهم يعبر بالبيان، ولهذا أورده بعض الأصوليين، أورد باب النسخ في مبحث البيان، وسماه بيان التبديل، كالحنفية مثلا، فيجعلون البيان خمسة أنواع، منها بيان التبديل، وهو الذي يسميه غيرهم بالنسخ. وهل هذا الخلاف لفظي أو عملي؟ أي أعني تعريف النسخ إصطلاحا بأنه رفع أو بأنه بيان؟ قيل إنه لفظي، لأن الكل يتفق على وجود النسخ في الشريعة وعلى معناه في الجملة، فأمثلة النسخ عند الفريقين واحدة، نسخ التوجه من بيت المقدس إلى الكعبة، نسخ المصابرة لعشرة من المشركين في القتال إلى اثنين، كل هذه الصور يتفقون عليها، وقد يختلفون في صور أخرى. وقال بعضهم بل الخلاف معنوي، لأنك إذا قلت إن النسخ هو الرفع فإنه يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال، لأنه يصدق عليه أنه رفع للحكم. وأما إذا قلت إن النسخ هو بيان انتهاء مدة الحكم فإنه لا يصح النسخ قبل تمكن من الامتثال، لأن الحكم الأول لم يعمل به الناس حتى نقول جاء النسخ ليبين المدة التي انتهى إليها عمل الناس، ما عملوا بعد، لم يعملوا بعد، فلا يصح حينئذ النسخ قبل تمكن من الامتثال، هكذا قيل. قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم. قوله بخطاب هو متعلق بكلمة الثابت، يعني أن الحكم الثابت بخطاب متقدم يرفع بخطاب متراخ عنه، فكلمة بخطاب متعلقة بكلمة الثابت، الحكم الذي يعني ثبت بخطاب متقدم، رفعه بخطاب متراخ عنه. فقوله بخطاب الثانية متعلق بكلمة رفع التي في أول التعريف. فمعنى النسخ إذن أن الحكم الثابت بخطاب متقدم يرفع بخطاب متراخ عنه. وقوله متراخ عنه هذا من شروط النسخ، شرط النسخ التراخي، على ما سوف يأتي إن شاء الله في التفريق بين النسخ والتخصيص. فلا يأتي ناسخ ومنسوخ في آية واحدة ولا في حديث واحد، يعني لا يأتيان في جملة واحدة، في جملة واحدة. فمثلا في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العراية، بيع العراية، بيع النخل، بيع الرطب على رؤوس النخل خرصا بتمر على الأرض كيلا. فلا يصح أن يقال إن التحريم، تحريم بيع المزابنة، ناسخ للرخصة، ناسخ للإباحة، يعني لإباحة بيع العراية، ما يصح هذا. وعلى هذا نبه ابن نجيم لما أراد الرد على من ادعى أن بيع العراية محرم بهذا الحديث، قد يلزم منه أن يكون الناسخ والمنسوخ في نص،
واحد ولا يصح الاتصال بينهما. هكذا قال بمعناه رحمه الله. لكن إذا وجد التراخي اليسير فهو في حكم الانفصال، يعني إذا وجد تراخ بين الناسخ والمنسوخ ولو يسيرا وكان هذا بسبب التروي في الحكم الأول والنظر فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد على الراجح من أقوال الأصوليين، فإنه يصح ويصدق عليه أن الناسخ متراخ عن المنسوخ. مثال ذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية فقال لي: إن وجدتم فلانا فاقتلوه وأحرقوه بالنار. قال: فلما وليت، يعني لما ذهب ومضى، دعاني فقال: إن رأيتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح. وكذلك حديث الفريعة رضي الله عنها في العدة هو أيضا مثال ثان للمسألة. فهذا يعتبر كالنصين، فيكون الثاني ناسخا للأول. لكن يرد على تعريف المؤلف رحمه الله نسخ التلاوة، فإنه يصدق عليه أنه نسخ، يصدق عليه أنه نسخ التلاوة، مع أنه لا يدخل في الحد، فيكون الحد غير جامع، لأنه قال رفع الحكم فخص النسخ بالحكم، مع أنه يجري في الأحكام ويجري في التلاوة، أي نسخ اللفظ. قال: ومعنى الرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لكان ثابتا على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ، فإن ذلك يفارق زوالها بانقضاء مدتها. الآن شروع في شرح الحد الذي ذكره للنسخ، فبدأ بالكلمة الأولى وهي الرفع. قال: الرفع يعني إزالة الشيء على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني كأنه يقول إن النسخ عارض طارئ، وليس أن انتهاء الحكم لانتهاء مدته، بل لوجود طارئ وعارض وهو هذا الناسخ. فلولاه، لولا هذا الناسخ لاستمر العمل بالحكم إلى يوم القيامة، هذا معناه لولاه لكان ثابتا. ثم جعل له نظيرا في مسائل الفقه، فيقول مثاله، يعني مجرد هذا تنظير وتمثيل فقط وتشبيه، يقول: هذا يشبه ماذا؟ يشبه حكم الإجارة، رفع حكم الإجارة بالفسخ، كأن يؤجر زيد يؤجر داره لعمر سنتين، أو من غير ذكر مدة، ثم يفسخان الإجارة، فإن حكم الإجارة يرتفع لا لانقضاء المدة، وإنما لوجود العارض الذي أبطل الاستمرار في حكم الإجارة وهو الفسخ. ولهذا قال بعد ذلك: فإن ذلك يفارق زوالها بانقضاء مدتها، يعني قوله بانقضاء مدتها وقوله زوالها، الضمير في الكلمتين يرجع للإجارة، يعني فسخ الإجارة، انتهاء حكم الإجارة وبطلانه ورفعه إنما حصل بسبب الفسخ، فيكون الفسخ كالنسخ. والكلمتان كما ترون فيها أيضا جناس. فلولا الفسخ لم يبطل حكم الإجارة ولا استمر. قال: فإن هذا يخالف انقضاء حكم الإجارة بسبب انتهاء المدة، فإن الانتهاء هناك سببه
بطلان حكم الإجارة سببه انتهاء المدة، لا وجود عارض وطارئ. قال: وقيد الحد بالخطاب الأول احترازا من ابتداء العبادات فإنه مزيل لحكم العقل. يقول: رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، أي الخطاب الأول، فلا بد في النسخ من وجود خطابين نصين من الآيات أو من الأحاديث، لا بد. طيب يخرج ماذا هذا؟ احتراز عن ماذا؟ قال: احتراز عن تشريع العبادات، فإن أي عبادة يأتي بها الإسلام كالصلاة والصوم والحج والزكاة وغير ذلك، ما من حكم من هذه الأحكام إلا وهو رافع لحكم البراءة الأصلية. فإن الناس في أول الإسلام قبل أن تجب عليهم الصلاة والصوم وسائر الأحكام كان الحكم هو عدم الوجوب، هو البراءة الأصلية، لا يجب عليهم شيء. فلما أوجب الله الصلاة ارتفع الحكم الأول، بدل جواز الترك أو عدم مشروعية الفعل إلى إيجاب الفعل، ففيه تغيير للحكم في حق المكلف. فهل يسمى نسخا؟ إلغاء حكم البراءة الأصلية هل يسمى نسخا؟ الجواب: لا، لا يسمى نسخا في الاصطلاح، سمه نسخا في اللغة لأن فيه إلغاء، ولا تسميه نسخا في الاصطلاح. وإن كان بعض الأصولين يسميه نسخا أيضا كالحنفية، فإن الحنفية يقولون: إذا تعارض الحاضر والمبيح وجهل التاريخ، جهل التاريخ، فإننا نقدر الحاضر متأخرا والمبيح متقدما. لما؟ قالوا لأنه لو عكسنا وقدرنا أن المبيح هو المتأخر للزم وقوع النسخ مرتين. كيف؟ قالوا: المبيح المتأخر يكون ناسخاً للنص الحاضر المتقدم، والنص الحاضر المتقدم يكون ناسخاً للبراءة الأصلية، فيلزم وقوع النسخ مرتين، والنسخ خلاف الأصل فلا يستكثر منه، بخلاف ما لو قدرنا الحاضر متأخراً فلا يقع النسخ إلا مرة واحدة، لأن الحاضر الذي قدرناه متأخر، أي محرم يعني، الذي قدرناه متأخرا يكون قد نسخ المبيح المتقدم، والمبيح المتقدم لا يكون ناسخا للبراءة الأصلية لأن شرط النسخ هو التعارض، والمبيح قد وافق البراءة الأصلية، الحكم واحد فيهما، فيقع النسخ مرة واحدة، وهذا يسمونه النسخ الحكمي، لأن النسخ عندهم يكون حقيقة أو حكما، فالحقيقة عند معرفة التاريخ، تاريخ معرفة يعني المتقدم من المتأخر من النصوص الشرعية، والنسخ الحكمي النسخ حكما هو هذا الذي ذكرناه، أن يتعارض حاضر ومبيح ويجهل التاريخ فيقدر المجتهد الحاضر متأخرا والمبيح متقدما. قال: وقيد بالخطاب الثاني، يعني قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، رفعه بخطاب متراخ عنه، أي بخطاب ثان. وتلاحظون ابن قدام المؤلف هنا رحمه الله البعلي أتى بكلمة الأول والثاني بدل كلمة المتقدم والمتراخي، يعني استعمل ما في معنى، ما في معنى اللفظي، هذا من باب التسامح يعني. قال: وقيد بالخطاب الثاني، وهو الخطاب الناسخ، قيد به احترازا من زوال الحكم بالموت والجنون. يعني شرط في الناسخ أن يكون خطاباً
كما شرط في الناسخ أن يكون خطابا لسبب، لفائدة، وهي الاحتراز عن رفع الحكم عن المكلف بالموت أو الجنون. فإذا مات المسلم أو جن ارتفعت عنه التكاليف، لم يجب عليه صلاة ولا صوم إلى آخره. فهل رفع الصلاة والصوم وغير ذلك عن المجنون مثلا، هل هو نسخ؟ نقول نسخت هذه الأحكام في حق المجنون؟ الجواب لا، لا يسمى نسخا من حيث الاصطلاح، لكن إن سمي نسخا من حيث اللغة فالأمر يسير. أما أن يكون نسخا في الاصطلاح فلا. لما لا يسمى نسخا؟ فنقول لأن ارتفاع الحكم الأول الذي ثبت في حقه بجنونه مثلا لم يكن بخطاب ثاني، لم يكن بآية أو حديث في حقه هو، وإنما بسبب الجنون، بسبب العارض المانع للتكاليف أصلا. قال: وقيد بالتراخي، يعني شرطنا في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ ولم نشترطه في التخصيص. قال: لأنه لو كان متصلا كان بيانا وتقديرا له بمدة وشرط. يعني إذا لم يكن الناسخ متراخيا خرج عن أن يكون نسخا. فما يكون إذن إذا لم يكن نسخا؟ قال: يكون بيانا. بيان ماذا؟ بيان عدم إرادة التعميم بالنص الأول، مثل قول الله تعالى: لا يحل لك النساء. النساء عام. فلو كان في الآية، هذه الآية فقط، لم يحل للنبي صلى الله عليه وسلم نكاح الحرائر ولا التسري، لكن قال بعد ذلك: إلا ما ملكت يمينك. فهل نقول هذا نسخ قوله إلا ما ملكت يمينك؟ الجواب لا، هذا يكون ماذا؟ تخصيصا، بيانا، يعني أبان هذا الاستثناء أن اللفظ العام الأول السابق لم يكن يراد به جميع الأفراد، وإنما يراد به بعض الأفراد، وهو ما عدا هذا المذكور بعد الاستثناء. هذا معنى بيانا. قال: وتقديرا له بمدة، هذا يعني الاحتمال الثاني أو المعنى الثاني، يعني إذا خرج عن أن يكون نسخا لعدم وجود التراخي فيكون إما بيانا وإما تقديرا له بمدة، مثل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فإن هذا الحكم، منع اتخاذ الأسرى في الجهاد، هو حكم مقدر بمدة، وهو إلى حصول الإثخان أي إضعاف المشركين، فحينئذ يجوز له اتخاذ الأسرى. قال: وشرط، يعني كان بيانا أو تقديرا له بمدة أو تقديرا له بشرط، مثل قول الله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ثم بعد ذلك قال في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم. والعنة هو خوف الوقوع في الزنا، يعني فأباح الله للحر المسلم أن ينكح الأمة المسلمة، لكن بهذا الشرط. فهذا الشرط في آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، لا نقول إنه نسخ لعدم وجود التراخي، الآية واحدة. فنقول: ما هو إذن؟ فنقول: هو تقدير للحكم بشرط، يعني تعليق الحكم بشرط يوجد بوجوده وينعدم بعدمه، ولا يسمى نسخا في الاصطلاح.
وهذا كله أو هذا الذي ذكرناه أخيرا هو النسخ كما نقول بالاصطلاح، يعني في اصطلاح المتأخرين. أما القدماء السلف فكانوا يسمون التخصيص نسخا، كانوا يسمون التخصيص نسخا. قال: وقيل النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثان. وقيل بناه للمجهول لأجل تمريض هذا القول وتضعيفه، يعني أن هذا التعريف غير مرضي عنده. وقيل النسخ كشف مدة العبادة بخطاب ثاني. الكشف معناه البيان والإظهار، فيقول إن بعض علماء الوصول عرف النسخ بأنه بيان مدة العبادة بخطاب ثاني، يعني أن الخطاب الثاني بيّن للناس أن الخطاب الأول لم يكن مراداً في كل الأزمنة، وإنما هو مراد إلى زمان النسخ. هذا معنى الكشف والبيان. بيان مدة العبادة يعني أن هذا الخطاب الثاني الناسخ بيّن للناس، بيّن للمكلفين أن الخطاب الأول يعني المنسوخ لم يكن مراداً في كل الأزمنة، وإنما هو مراد إلى زمان وقوع النسخ، ثم بعد ذلك لم يعد مراداً للشارع. قال: وهو يوجب، وهو أي تعريف النسخ بالبيان، يوجب أن يكون قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل نسخا، وليس فيه معنى الرفع. يعني يقول هذا التعريف ليس صحيحا، لأنه يلزم منه شيء لا يقول به حتى من عرف النسخ به. كيف؟ قال: قول الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ينبني على تعريف النسخ بأنه بيان مدة العبادة، ينبني عليه أن تكون هذه الآية أن تكون نسخا، لأنها بيّنت مدة العبادة وهو الصوم، أنه يستمر إلى مدة وهي دخول الليل غروب الشمس. مع أنه هل يوجد رفع للحكم؟ إذا استمر الصائم إلى الغروب فأفطر، هل تغير يعني رفع الحكم السابق؟ ما رفع. رفع الحكم هو ألا يجب عليه صوم النهار، لأن النسخ كما سوف يأتي إن شاء الله لابد أن يتوارد الناسخ والمنسوخ على محل واحد، على شيء واحد، وهنا محل الفطر غير محل الصوم، فليس فيه رفع للصوم، فلا يكون نسخا. وعلى تعريف أصحاب هذا القول يكون نسخا وهو باطل. قال: وحده المعتزلة، الضمير يرجع إلى النسخ، يعني وحد أي عرف، وحد المعتزلة النسخ بقولهم، قال: بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل، على وجه لولاه لكان ثابتا. هذا تعريف المعتزلة، أراد به المعتزلة الفرار من جعل النسخ متوجها للحكم، لأنهم يزعمون أن نسخ الحكم يستلزم البداء، ويقصدون بالبداء ظهور المصلحة بعد خفائها، والبداء محال في حق العليم الحكيم سبحانه وتعالى،
فحينئذ قالوا بدل ما نقول نسخ الحكم رفع الحكم نقول الخطاب، نجعل النسخ متوجها إلى الخطاب نفسه، فقالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت. لاحظوا أيضا أتوا بعبارة أخرى وهي كلمة مثل، ولم يقولوا على أن الحكم الثابت، أتوا بكلمة مثل. لماذا؟ قالوا لأن الحكم السابق الذي هو المنسوخ قد فعل وحصل ووقع في الوجود، والشيء إذا وقع في الوجود كيف يرفع؟ هو حصل وسبق وعمل به الناس ووقع، فكيف يرفع؟ فلا بد أن يكون الرفع لمثله، يعني رفع مثل هذا الحكم في المستقبل، رفع مثل هذا الحكم الذي يعزم المكلف على فعله مستقبلا، هكذا يقصدون. قال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، لولاه أي لولا ورود النص الثاني الرافع المزيل لبقي العمل بالخطاب الأول واستمر الإتيان به من المكلفين، وهذا سبقا بيناه عند قولنا رفع الإجارة بالفسخ. ويلاحظ على تعريف المعتزلة على ما فيه من التكلف الظاهر أنها حتى لو قلت النسخ للخطاب، أليس نسخ الخطاب يستلزم نسخ الحكم فيما إذا كان المنسوخ الحكم أو اللفظ والحكم معا؟ يعني أليس يستلزم نسخ الخطاب نسخ الحكم فيما إذا كان الحكم زائلا؟ فما فروا منه وقعوا فيه، يعني هم أين يصلون؟ أليس يتوجهون في الصلاة إلى الكعبة؟ طيب أين الحكم السابق التوجه إلى بيت المقدس؟ أليس رفع؟ أليس يقرون بهذا؟ فمهما قيل أنه نسخ للخطاب فهو يستلزم نسخ الحكم. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح، يعني تعريف المعتزلة، ولا يصح لأن حقيقة النسخ الرفع وقد أخلوا الحد عنه. النسخ يعني حقيقته كما سبق في أول الباب في أول المحاضرة هو الرفع، فهذا حقيقة النسخ، ولا يختلف علماء اللغة أن حقيقة النسخ هي الرفع وله معان أخرى، لكن الرفع هي حقيقة النسخ. وهنا التعريف فيه يعني يقول ليس فيه رفع، وإنما قالوا خطاب ثان يأتي بعد خطاب أول، هكذا يعني يقول المؤلف رحمه الله، فلم يأتوا بالرفع الذي هو من حقيقة النسخ. هكذا أجاب المؤلف رحمه الله، مع أنهم أتوا بكلمة زائل واسم الفاعل يستلزم الفعل، يعني يستلزم شيئا قام به الفعل، فكأنه قال يزيل، ويزيل معناه يرفع، أليس كذلك؟ فلو أنه بالجواب أجاب بالجواب الذي ذكرناه لكان أحسن، وهو أن رفع الخطاب أو إزالة الخطاب أو نسخ الخطاب يستلزم نسخ الحكم. قال فإن قيل، هذا ما قرأناه، نعم تفضل. قال فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه: أحدها أن الثابت لا يمكن رفعه وغيره لا حاجة إلى رفعه،
الثاني أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. الثالث أن الله عز وجل إنما أثبته لحسنه، فالنهي عنه يؤدي إلى انقلاب الحسن قبيحا. الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده فكيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد. الخامس أنه يدل على البداء وهو محال في حق الله تعالى. فالجواب: أما الأول ففاسد، فإنا نقول بل رفع لثابت لولاه لكان ثابتا، كالكسر من الانكسار والفسخ في العقود. وأما الثاني فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف كما يزول تعلقه به لطريان العجز أو الجنون، ويعود بعود القدرة والعقل والخطاب في نفسه لا يتغير. وأما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل. وأما الرابع فينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح. وأما الخامس ففاسد، فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائز، يمحو الله ما يشاء ويثبت، كما أباح الأكل ليلا وحرمه نهارا. وإن أرادوا أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ. فإن قيل إن كانوا مأمورين به في علم الله تعالى إلى وقت النص فهو بيان مدة العبادة، وإن كان أبدا فقد تغير علمه ومعلومه. قلنا هم مأمورون به في علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم. نعم إلى هنا جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله: فإن قيل، الآن بدأ في ذكر اعتراضات من طرف المخالف الذي لا يرى صحة التعبير بالرفع في تعريف النسخ اصطلاحا، وإنما يعبر بالبيان ونحوه. فقال: فإن قيل تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه. تحديد أي تعريف، تعريف النسخ بالرفع لا يصح لخمسة وجوه. أحدها أن الثابت لا يمكن رفعه، وغيره لا حاجة إلى رفعه. وغيره يعني وغير الثابت. هذا الوجه الأول. يقول: الرفع لماذا؟ لأي شيء في قولكم الرفع الحكم؟ الرفع إما أن يكون لشيء ثابت أو لشيء غير ثابت. إذا كان شيئا ثابتا فالثابت لا يرفع. طبعا هذه الوجوه التي سوف نقرأها بعضها فيها مغالطات وبعضها تنبني على مسائل كلامية، فنشرحها على مراد من قالها على ما فيها من ضعف. يقولون الثابت لا يمكن رفعه لأن ثبوته يعني رسوخه، والراسخ ما يرفع. وأما غير الثابت فلا حاجة إلى رفعه لعدم وجوده، لأنه معدوم. فهل يقال عن المعدوم إنني رفعته، أو يقال إن الشرع رفعه؟ هو غير موجود أصلاً فكيف يرفع؟ هذا الأول. الثاني قال أن خطاب الله تعالى قديم فلا يمكن رفعه. طبعاً كلمة قديم هذه تأتي في كلام غير أهل السنة، فمثل هذه الكلمات يوقف عندها ويستفسر عنها ويوضح ما فيها من احتمالات وإشكالات، وما كان صواباً قرر، وما كان خطأً بين خطأه. فالأشاعرة يصفون كلام الله تعالى بالقديم ويقصدون به قدم العين، يعني بمعنى أنه كلام لا يتجدد. وأما أهل السنة فيقولون هو قديم النوع، لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو قديم النوع. ومعنى قديم النوع يعني لم يسبقه عدم، فإن الله لا زال متكلما سبحانه وتعالى. قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى حادث الآحاد يعني أنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء
كيف شاء. فالله تعالى كلم آدم عليه السلام، وكلم موسى عليه السلام، وكلم محمد ليلة المعراج عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وكلم غيرهم من خلقه من الملائكة بأمره ونهيه وتدبيره وخلقه. فهذا هو المعنى الصحيح. فقولهم خطاب الله قديم فلا يمكن رفعه، يعني كما لا يخفاكم هو مبني على مذهب الأشاعرة. قال الثالث أن الله إنما أثبته لحسنه، فالنهي يؤدي إلى انقلاب الحسن قبيحا. هذا الوجه الثالث من وجوه الاعتراضات على تعريف النسخ بأنه رفع. قالوا أن الله إنما أثبته، أي الحكم المنسوخ، أثبته أي كلف به الخلق لحسنه، فإن الله لا يأمر إلا بالحسن عليكم السلام. قال فالنهي عنه أي نسخه بأن ينهى عنه يؤدي إلى انقلاب الحسن قبيحا، وهذا باطل. الرابع أن ما أمر به إن أراد وجوده فكيف ينهى عنه حتى يصير غير مراد. وهذا الرابع كما ترون لا يرد على تعريف النسخ بالرفع فقط، بل يرد على حكم النسخ أصلا، يعني كأنه قول من ينكر النسخ في الشريعة. قالوا أن ما أمر به أو أن ما أمر به، يعني ما أمر الله به، إما أنه يريد وجوده، يعني إما أنه مراد لله وإما أنه غير مراد لله. الثاني باطل، أن يكون غير مراد هذا باطل، إذ كيف يأمر بشيء ولا يريده، يأمر الناس بشيء ولا يريده. وإذا ثبت أنه يأمر به وهو يريده فكيف يتوجه إليه الرفع، فيصير بالرفع غير مراد، فيجتمع في الشيء الواحد أن يكون مراداً غير مراد، وهذا باطل. طبعاً تلاحظون كما لا يخفاكم أن هذه مغالطات، كلها مغالطات، لكن يأتي الجواب عنها من باب دفع الشبهة، دفع الشبهة عن النسخ، فإن النسخ حكم من أحكام الله. الخامس أنه يدل على البداء، أنه أي الرفع، يعني إذا قلت رفع الحكم الثابت إلى آخره استلزم البداء. طبعاً الخمسة هذه اعتراضات كما قلت في أول الكلام أنها واردة عند من يقول إن النسخ ليس الرفع بل هو إما البيان، أو عند من يقول إن النسخ هو للخطاب، هو الخطاب وليس للحكم وهم المعتزلة. قال الخامس أنه يدل على البداء، والبداء كما قلنا هو ظهور المصلحة بعد خفائها. قالوا وهو محال في حق الله تعالى، لأن يعني وجه هذا الخامس أن الأمر بالشيء أو النهي عن الشيء يستلزم أن يكون مصلحة للخلق، لأن الله حكيم سبحانه وتعالى، فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة الناس، ولا ينهى إلا عما في تركه مصلحة للناس. وحينئذ رفعه تغيير الحكم، ورفعه يقتضي أن المصلحة في غير هذا الحكم، أن المصلحة في غير هذا الحكم الثابت سابقا، فيستلزم تجدد معرفة المصلحة، وهذا محال في حق العليم الخبير سبحانه وتعالى. قال فالجواب، الآن ذكرنا الخمسة الاعتراضات ويأتي الجواب عنها مفصلا إن شاء الله. قال فالجواب أما الأول وهو قولهم أن الثابت لا يمكن رفعه وغير الثابت لا حاجة إلى رفعه. قال ففاسد، فإنا نقول بل رفع لثابت لولاه لكان ثابتا، كالكسر من الانكسار والفسخ في العقود. يعني قولكم الثابت لا يرفع، الثابت لابد أن يبقى ثابتا،
راسخاً لا يرفع، هذا باطل، لأننا نقول هو رفع لحكم ثابت. لولا هذا الرفع لبقي الحكم ثابتاً واستمر، فهو مثل الكسر مع الانكسار، فإنه لولا الكسر لثبت يعني وبقي هذا الزجاج أو غيره لبقي سليما غير مكسور يستخدمه صاحبه. إذن لولا الكسر ما وقع الانكسار، ولولا الفسخ في العقد لاستمر العقد، ولولا وجود الناسخ لاستمر العمل بالمنسوخ. هذا معنى الجواب. يعني كأنه يقول نحن ما رفعنا الثابت من عندنا، نحن رفعناه بعلة وسبب أوجب لنا التغيير. ما هو؟ وجود النص الناسخ، فإن الناسخ من عند الله، والله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. الله سبحانه وتعالى يحكم سبحانه وتعالى بأي حكم، ولا معقب لحكمه سبحانه. قال: وأما الثاني فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب، رفع تعلق الخطاب بالمكلف. الثاني حين قالوا الخطاب قديم لأنه كلام الله، فالقديم لا يرفع يعني لا يزول. فقال: وأما الثاني فإنه إنما يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف، يعني الذي رفعنا، نحن ما رفعنا كلام الله كما تزعمون، وإنما رفعنا الحكم الذي دل عليه كلام الله. فالرفع هو للحكم الذي اقتضاه الخطاب ودل عليه وتعلق بذمة المكلف، كما يزول تعلقه به، يعني كما يزول تعلق الحكم بالمكلف لطريان العجز والجنون ويعود بعودهما، والخطاب في نفسه لا يتغير. يعني هذا تشبيه، مجرد تشبيه وتصوير ليتضح الجواب. فيقول: أرأيتم العاجز والمجنون أليس يرتفع عنهما الصوم مثلا؟ يرتفع عنهما. طيب هل رفعنا قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم؟ هل رفعناه وأبطلناه؟ ما أبطلناه، ما نفينا الخطاب، الخطاب لا زال موجودا، وإنما رفعنا الحكم لوجود طارئ في حق هذا الشخص الذي عجز أو جن، بدليل أنه إذا زال العجز أو زال الجنون رجع الحكم السابق. فرجوع الحكم السابق بمجرد زوال العذر دليل على أن الخطاب لا زال باقيا، ما نسخ، ما رفعناه ولا نفيناه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، لا زال يعمل، النص لا زال معمولا به، فالخطاب في نفسه ما تغير، هو هو. فلهذا إذا زال العذر العجز والجنون لم يحتج العاجز والمجنون الذي برأ، لا يحتاج إلى خطاب جديد. هل يحتاج إلى خطاب جديد يأمره بالصوم والصلاة؟ لا، يكفيه الخطاب السابق لأن الخطاب لم يتغير. كذلك ما نحن فيه، ما تركنا الحكم السابق لأننا تركنا كما تقولون الخطاب القديم، وإنما تركنا العمل بمقتضاه لوجود الطارئ وهو وجود الناسخ، فإن الناسخ من عند الله، فنعمل بمقتضاه، نعمل بمقتضاه، فينتفي الحكم ويبقى الخطاب، إلا إذا نسخ الخطاب فنسخ لفظه ومعناه.
قال: وأما الثالث وهو قولهم إنما أثبت الحكم المنسوخ لحسنه فرفعه يعني انقلاب الحسن قبيحاً، قال الجواب عنه: وأما الثالث فينبني على التحسين والتقبيح في العقل وهو باطل. يعني هذا الجواب ذكره المصنف رحمه الله تبعاً لأصله الروضة، والروضة تبع فيه أبا حامد الغزالي رحم الله الجميع. والغزالي كما ليخفاكم هو يخالف المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولهذا أتى بهذا الجواب الإجمالي. ومسألة التحسين والتقبيح العقليين فيها خلاف مشهور بين العلماء، فالمعتزلة يقولون العقل يستقل بمعرفة قبح الأشياء وحسنها، ولهذا لا يحتاج الناس في الثواب والعقاب إلى شرع، بمعنى أنهم يثابون على الأفعال الحسنة ويعاقبون على الأفعال القبيحة حتى لو لم ترد شريعة، لأن العقل يستقل بمعرفة الحسن والقبح، وقد علمنا أن الله لا يأمر إلا بحسن ولا ينهى إلا عن قبيح. والأشاعرة عكسوا فقالوا: لا مدخل للعقل في معرفة حسن الأشياء الحسنة ولا قبح الأشياء القبيحة، ولا تعرف إلا من طريق الشرع، فما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح، بل ما أمر به الشرع، يعني لو فرض أنه أمر بالقبيح ونهى عن الحسن لكان ما أمر به من القبيح حسناً ومن الحسن قبيحاً وما نهى عنه من الحسن قبيحاً، وهذا يعني إساءة في العبارة، ما يليق هذا. الصواب أن يقال كما قال أهل السنة والجماعة أن للعقل مدخلاً في معرفة حسن الأشياء الحسنة، أي التي تدرك بالعقل، التي يمكن للعقل أن يعرف حسنها، ومعرفة القبيح مما يمكن للعقل أن يعرف قبيحه، لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد الشرع، بعد ورود الشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فتوسطوا بين المذهبين وقالوا لا يمكن أن يكون ثواب وعقاب إلا بعد الشريعة، فخالفوا المعتزلة، وأيضا قالوا إن للعقل مدخلا في معرفة حسن الأشياء وقبحها، إن كان للعقل مدخل فيها فلا يمكن أن يتعارض صحيح المنقول مع صريح المعقول. هذا باختصار الجواب الصحيح بدل هذا الإجمال، يعني الجواب الإجمالي هذا ما يغني في الجواب الذي ذكره المؤلف، وهو قوله أن هذا ينبني على التحسين والتقبيح، يعني الحقيقة أنه ليس بجواب. فالأحسن أن يقال في الجواب أن الأحكام إنما شرعها الله لمصالح العباد، لأن الله حكيم سبحانه وتعالى، فلا يأمر إلا بالحسن ولا ينهى إلا عن القبيح، فما فيه مصلحة للناس شرعه، أباحه أو أوجبه أو ندب إليه، وما كان قبيحا نهى عنه. ومصالح العباد تختلف باختلاف الزمان، وهذا معروف يدركه الناس في أحوالهم، يعرفونه بحواسهم وإدراكاتهم، يعرفون أن مصلحة الإنسان في زمان قد تختلف عنه في زمان آخر. أليس الإنسان يغير لباسه ومركوبه وداره من زمان إلى زمان تبعاً لماذا؟ للمصلحة. فالأحكام الشرعية قلنا مشروعة للمصالح، والمصلحة قد تكون في زمان دون زمان، فمن رحمة الله بعباده ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه قد يشرع الشيء ثم ينسخه، يشرع الشيء في زمان إذا كانت المصلحة في ذلك الحكم، ثم ينهى عنه أو يبطله إذا تغيرت مصلحة العباد. أرأيتم المصابرة في الجهاد؟ كان المسلمون قلة، فاقتضت الحكمة الأمر بمصابرة المجاهد المسلم في القتال لعشرة من المشركين، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200،
ثم لما كثر المسلمون وقويت شوكتهم خفف الله عنه، فاقتضت المصلحة اللطف بالخلق، اقتضت مصلحة اللطف بالخلق أن تكون مصابرة المسلم المجاهد لاثنين فقط من المشركين، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. هذا إن شاء الله هو الجواب الصحيح. قال: وأما الرابع فينبني. الرابع هو أنهم قالوا إذا أمر الله بشيء فإنما فهو غير مراد أو مراد، غير ماد لا يمكن، فلا بد أن يكون مرادا، وإذا كان مرادا فرفعه يقتضي أن يكون الشيء الواحد مرادا وغير مراد، وهذا تناقض. هذا الاعتراض. وأما جوابه فقال: وأما الرابع فينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة، وهو غير صحيح. يعني هذا الاعتراض مبني على أن الأمر الشرعي ملازم للإرادة، لإرادة الشارع أي لإرادة الله. قال: وهو غير صحيح. وطبعا أيضا هذا الجواب جواب فيه إجمال ويحتاج إلى شيء من التفصيل. فمسألة الإرادة هل تلازم الأمر، فيها أيضا ثلاثة مذاهب. فالمعتزلة قالوا: الأمر يلازم الإرادة، فلا يأمر إلا بما يريد سبحانه وتعالى. والأشاعرة عكسوا فقالوا: الأمر يفارق الإرادة. وتوسط أهل السنة فقالوا: الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية، وهذه تستلزم وقوع المراد، فلا تنفك الإرادة، يعني إرادة الله للشيء تستلزم وقوع المراد. وأما الإرادة النوع الثاني فهي الإرادة الشرعية التي معناها المحبة، محبة الفعل المأمور به والرضا عنه، فهذه لا تستلزم وقوع المراد. فتجتمع الإرادتان في حق المؤمن وتفترقان في حق الكافر، تجتمعان في حق المؤمن كأبي بكر رضي الله عنه، أمره الله بالإيمان بمعنى أحب له وأراده كونا وقدرا، فلهذا وقع إيمانه. وتفترقان في حق الكافر كأبي لهب، أمره الله بالإيمان يعني أحب الله له الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر بل يحب منهم الإيمان، لكن لم يرده كونا وقدرا، ولهذا لم يقع إيمانه. فقال في الجواب: فينبني على أن الأمر مشروط أي ملازم للإرادة. قال: وهو غير صحيح، كأنه يقول لأن الله قد يأمر بالشيء ولا يريده، لكن كما قلنا يعني ولا يريده قدرا وكونا. الأحسن في الجواب أن يقال: والله أعلم، إن الله سبحانه وتعالى أراد الحكم المنسوخ في الوقت الأول، في الزمان الأول، وهو الزمان السابق على النسخ، ولهذا لو تركوه لكانوا مخالفين لأمر الله، ولم يكن مريدا له بعد النسخ، لأن الله إذا نهى عما أمر به فمعناه أنه لا يريده، لكن في الزمان الثاني لا في الزمان الأول، لما قلناه من أن تشريع الأحكام يتبع مصالح الناس. فالتوجه إلى بيت المقدس في أول الإسلام، لو توجه الناس إلى القبلة هل تصح صلاتهم؟ لا تصح صلاتهم. لو توجهوا يعني إلى الكعبة لا تصح صلاتهم، لأن الله أراد أن يتوجهوا إلى بيت المقدس. فلما نسخ فولي وجهك شطر المسجد الحرام، صار الحكم الثاني وهو الناسخ هو المراد الآن.
فكونه مراداً غير مراد إنما يكون تناقضاً كما تزعمون أيها المعتزلة، يعني الذين اعترضوا، إنما يكون تناقضاً إذا كان في وقت واحد، لأن شرط التعارض والتناقض شرطه اتحاد الزمان، من شروطه اتحاد الزمان، وهنا الزمان غير متحد، عندنا زمن سابق كان العمل فيه بالمنسوخ ثم الزمان الثاني وهو بعد النسخ، فهذا زمان ثاني، فلم يتحد الزمان. قال: وأما الخامس، هذا الجواب عن الخامس حين قالوا إن رفع الحكم يستلزم البداء، أي ظهور المصلحة بعد خفائها، وهو محال في حق الحكيم سبحانه. قال: وأما الخامس ففاسد، فإنهم إن أرادوا أن الله تعالى أباح ما حرم ونهى عما أمر به فهو جائز، يمحو الله ما يشاء ويثبت، كما أباح الأكل ليلا وحرمه نهارا، وإن أراد أنه انكشف له ما لم يكن عالما به فلا يلزم من النسخ. هذا الجواب، يعني كأنه جواب بالاستفسار، مع التقسيم أيضا الحاصر وإبطال الحكم في كل، يعني يقول: ما تريدون بكلمة بداء؟ الرفع يفيد البداء، هل تقصدون بالبداء أنه تغير الأحكام، أن الله يغير في الأحكام ويبدلها، يكون الشيء واجبا فيصير مندوبا كقيام الليل في حق الأمة، أو يكون مباحا ثم يصير حراما، أو ماذا تريدون؟ إن أردتم هذا، يعني هذا الاحتمال الأول، إن أردتم هذا أنه الله سبحانه وتعالى يبدل الحل حرمة والحرمة حلة، فهذا جائز في حقه سبحانه وتعالى، فإن الله يحكم سبحانه وتعالى ولا معقب لحكمه تعالى، والله تعالى فعال لما يريد، وهو سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت. قال: كما أباح، كما أباح هذا كما قلنا من قبل مجرد تشبيه وتنظير، وليس معناه أنه مثال للنسخ. كاف هذه بمعنى مثل، لا يقصد أنه مثال للنسخ، وإنما مجرد تنظير، يعني ونظيره مما يقرب منه، مما ليس نسخا لكن يقرب من معناه، أي من معنى التبديل والتغيير في الحكم، مسألة الصوم، أباح الله الأكل ليلا، أباح الأكل والشرب ليلا وحرمهما نهارا، فلا يكون تناقضا لاختلاف الزمانين، لا يكون، يعني اجتمع الحل والحرمة لكن باعتبار زمانين. فكذلك النسخ، يكون الأمر بالشيء في زمان ثم ينهى عنه في زمان ثان تال له، في زمان تال له، هذا الاحتمال الأول. وإن أردتم بالبداء أنه انكشف وظهر لله ما لم يكن عالما به فهذا باطل، ولا يجوز هذا في حق الله سبحانه وتعالى. قال: فلا يلزم من النسخ، يعني الحكم بالنسخ لا يلزم منه بداء، لما قلناه من قبل أن المصلحة، مصلحة الخلق، قد تكون في الزمان الثاني مغايرة للمصلحة في الزمان الأول، فكان تغيير الحكم لمصلحة الخلق، فالحكم في الزمان الأول فيه مصلحة للخلق، والحكم وهو الناسخ في الزمان الثاني أيضا هو مصلحة الخلق، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: فإن قيل إن كانوا مأمورين في علم الله تعالى إلى وقت النسخ فهو بيان مدة العبادة،
وإن كان أبداً فقد تغير علمه ومعلومه. هذا أيضاً تابع للاعتراضات، يعني يقول: إن قلتم إن الناس كانوا مأمورين في علم الله إلى وقت النسخ، فإن النسخ لا يكون رفعاً وإنما يكون بياناً، بيان انتهاء مدة العبادة، وأنتم قلتم: لا، لا نسميه بياناً إنما نسميه رفعاً. قال: وإن كان أبداً، يعني وإن كان المكلفون مأمورين بالحكم الأول الذي هو المنسوخ أبداً، يستمر الحكم من غير نسخ، فقد تغير علمه ومعلومه، يعني تغير علمه، يعني على هذا الفرض يكون تغير علمه في اللوح المحفوظ ومعلومه، المعلوم يعني الفعل المشاهد المحسوس، هناك علم هناك معلوم، فالعلم علم الله بأن زيدا سوف يفعل كذا، المعلوم هو بعد أن يفعل علم الله به، فمعنى المعلوم هنا أفعال العباد، يعني فعلهم لذلك الحكم المنسوخ. طبعا هذا الاعتراض كما ترون هو مفرع الاعتراض الخامس وهو استلزام البداء، فيقول: إما أنكم تغيرون كلمة رفع وتقولون بيان، وإما أن يقال بأنكم تقولون بلفظ يوجب البداء وهو رفع الحكم، لأن رفع الحكم مقتضاه أنه تغير علم الله في اللوح المحفوظ وتغير معلومه، وهذا محال في حق العليم الخبير سبحانه وتعالى. فماذا قال في الجواب؟ قلنا: هم أي المكلفون مأمورون به أي بالمنسوخ في علمه سبحانه وتعالى، وليس أبدا، في علمه إلى وقت النسخ. المكلفون مأمورون بالمنسوخ في علمه تعالى إلى وقت النسخ، الذي هو قطع للحكم المطلق الذي لولاه لدام الحكم. فهو يقول: نعم، هم مكلفون مأمورون، لكن ليس مطلقا، هم مكلفون مأمورون بالمنسوخ إلى وقت النسخ، ثم بعد وقت النسخ انقطع الحكم وتغير، وصار الحكم الجديد الناسخ هذا صار هو الذي يؤمر الناس به، فصاروا مأمورين بالحكم الثاني في علم الله تعالى، فهم مأمورون بحكمين: الحكم السابق قبل إلى قبل النسخ، والثاني بعد النسخ، لكن ما تبين لهم ذلك إلا بعد وقوع النسخ، فيعلم الناس أن الله أراد لهم حكمين لكن في زمانين: الحكم المنسوخ في أول الأمر، والحكم الناسخ بعد وقوع النسخ، فأي تناقض في ذلك؟ هذا ما يستلزم البداء ولا التناقض، بل هذا هو عين الحكمة، لأنه كما قلنا مرارا أن الأحكام يشرعها الله تبعا لمصالح الخلق، والمصلحة تختلف من زمان إلى زمان. طيب، إذن نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.